لم يتصاعد بعد الدخان الأبيض الذي يؤشر لاتفاق بين المعارضة ومستقلين وتغييريين من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، يتم بموجبه تبني الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح لرئاسة الجمهورية في مواجهة مرشح ثنائي حزب الله وحركة أمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجي. ما يؤخر هذا الإعلان هو أن رئيس التيار الوطني الحر ما زال يحاول مع حزب الله أن يكون هناك توافق على مرشح آخر غير فرنجي، مع علمه أن حزب الله أحرق كل الجسور وهو لا يعتزم أبداً العودة إلى الوراء، وأنه مصمم على إيصال فرنجي إلى قصر بعبدة ولو طال الشغور في الرئاسة الأولى شهوراً أخرى وربما سنوات. لن يقبل حزب الله في أن يهزم في هذا الاستحقاق ونشوف مين نفسه أطول من الثاني، وأن يعلن أنه تخلى عن مرشحه، فالمسألة بالنسبة له ليست حفاظاً على موقع رئاسة الجمهورية بقدر ما هي تسخير هذا الموقع لخدمة مشروعه المناقض تماماً لهوية لبنان ورسالته، وبالتالي فهو لن يقبل حتى بترشيح أي شخصية تمتلك ولو الحظ الأدنى في إمكان الوصول إلى قصر بعبدة. وانطلاقا من هذا الواقع تدخل دعوات التوافق والحوار مع حزب الله في خانة تضييع الوقت، لأن نتيجتها لن تكون سوى إما السير بما يريده الحزب وأما الاستمرار في الشغور. وهنا يطرح السؤال، ما هو الحل إذن؟ إن المجيبات الوطنية تفرض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية لا يعطل نصابها وتستمر إلى أن ينتخب رئيس للجمهورية، وفي حال لم يحصل هذا الأمر فلا حل سوى بمواجهة متعددة الأوجه تقوض سلطة حزب الله على القرار اللبناني.